مرحبا بكم جميعا في الفقرة الأولى من هذا البرنامج وتحت شعار مبدعون في ظلال الثورة الذي يقيمه ائتلاف نساء التغيير الأول وبالتعاون مع منتدى فبراير لهذا المعرض الجميل الذي في الحقيقة نلحظ فيه جوانب متميزة من الإبداع والتشكيل الفني والرسم وإطلاق القدرات. الإبداع أيها الإخوة وأيتها الأخوات، خلق الجميل، رؤية ما لا يرى في العادة، النظر إلى المألوف بطريقة غير مألوفة، المغايرة، المخاترة لصناعة رسم جميل وصناعة حقيقة أجمل. وبكم أنتم اليوم استطعنا أن ننظر في المألوف بطريقة غير مألوفة، واستطعنا أن نجسد، نحلل هذا الماضي، نحن نسميه الآن فعلا ماضيا ما قبل الثورة، وأن نقيم بنائية جديدة في خلق جديد فيما بعد الثورة، أملا في إقامة نظام جديد، إسقاط النظام من أجل إقامة النظام، إسقاط التشتت والتحلل بما يسمى الاحتشاد والتراكم لإقامة دولة جديدة نظيفة خالية من الفساد. هدف هذا المعرض أيها الإخوة كما جاءني من القائمين على هذا المعرض إنجاح الثورة وتفعيل دور الشباب وإطلاق القدرات وتفعيلها وإحياء ذكرى الشهيد كما في هذه اللوحة الجميلة التي رسمها هؤلاء الأطفال، أطفال المستقبل. إنني أوجه شكري باسم ائتلاف نساء التغيير أنت إلى كل العاملين في هذا الصرح الرائع الجميل، وإلى كل المتعاونين المبذولة في منظمات المجتمع اليمني الذين بدأوا فعل الثورة قديما، فالثورة لم تبدأ اليوم ولكنها بدأت منذ نضال طويل للأحزاب السياسية ولمنظمات المجتمع المدني وللكتاب الشرفاء في الصحافة وللإعلاميين الشرفاء. شكرا جزيلا لمن أجمل الوفاء للوطن، شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بس كلمة أخيرة وهي كلمة شكر من أعماق قلوب ائتلاف نساء التغيير أنت إلى منتدى الإعلاميين، منتدى يحيى علاو رحمة الله عليه، فمن أعماقنا نشكرهم وجزاهم الله خير الجزاء. وأنتم تتابعون ما يجري في هذه الساحة وفي الساحات الأخرى ستجدون أن جل نشاطات من يعمل في هذه الساحات تكاد تكون متمركزة حول الإعلام ومفرداته، ونحن لا نجد ذلك غريبا، فإن الإعلام هو الذي يقود إلى الحياة المتجددة الحقة، هو الذي يصيغ مفردات المجتمع الجميل الذي نريده. وإنه لولا الإعلام خلال السنوات الثلاثين الماضية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تردٍ، وهو الذي أيضا ببعض من مفرداته استطاع رجال أن يوقظوا جذوة هذه الثورة المباركة، لا أقول استمدوها من الخارج كما يقال، ولكن هي تلك التي بنيت يوما فيوم حتى حان دورها فانبثقت وانبثق الماء من خلالها لتأتي أو لتروي ظمأ نفوسنا في حياة متجددة إن شاء الله. مشاهدي الكرام، الحاضرون جميعا، لأن وقتكم غالي لا أريد أن أدخل في كثير من الموضوعات، ولكن سنبدأ بموضوعنا الأساس وهو نحو إعلام رسمي أو يمني متجدد، إعلام الثورة ونظرتنا إلى الإعلام الرسمي في القنوات الرسمية، ما له وما عليه. سيكون ذلك من خلالكم أنتم ومن خلال زميليكم الأستاذ خليل القاهري. خليل القاهري كما تعرفون أحد نجوم الفضائية اليمنية، عرفناه من الشباب المخلصين، ولا نزكي على الله أحدا، أدى أدواره بشكل جيد وواضح، له دور واضح المعالم، كتاباته في مجال الإعلام في محاولة تقويم إعوجاجاته كثيرة جدا، وله نشاطات مختلفة، هو يسعى الآن إلى ترقية مرتبته في هذا المجال الإعلامي من خلال التأهيل الأكاديمي، نرجو له التوفيق. سيكون
يكون ما يقدمه لنا هو حول الإعلام الرسمي. ومعنا الأخ الأستاذ محمد القمراني، وهو من الشباب أيضا النشطين في مجال التحرير الإخباري وكتابة التحليلات في إذاعة صنعاء، إعلامي نشط وله إسهاماته أيضا. ونرجو اليوم أن يتحفنا زميلانا بما لديهما من أفكار بناءة حول ما نحن بصدده. بعد ذلك سنترك المجال لكم لمن يريد أن يتحدث ما بين 3 إلى 4 دقائق على أساس كمداخلات، إن شاء الله نريد من خلالها أن نرى الإعلام الرسمي من وجهة نظركم أنتم، ومن ثم ماذا تريد بدون أن يكون عليه. بسم الله أستاذ خليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحقيقة أنه مطلوب مني فقط الكلام في ربع ساعة تقريبا، وأعتقد أن أهم الإعلام الرسمي يحتاج إلى على أقل تقدير إلى أسبوع لكي نتحدث عن كل مفاصل الخلل الكائن في الإعلام الرسمي. وكما أشار الأستاذ علي، ربما لي محاولات متواضعة في محاولة يعني التطرق لبعض الجوانب السلبية وابتغاء إصلاح أي إعوجاج قد يكون، ولكن الحقيقة أنني وربما غيري من الزملاء الذين كتبوا وتحدثوا للأسف الشديد أصابنا الإحباط، لأننا لم نلحظ تغيرا أو نجد استجابة لما نكتب أو لما نطرح. ذلك أن الإعلام الرسمي وصل إلى حالة من الاستعصاء، ربما كما هو وضع البلد الذي استعصى على الإصلاح والتطور كما نعلم جميعا. بالتالي لا شك في ذلك، لأن الإعلام يمثل يعني حالة مصغرة لوضع البلد بشكل عام. ولذلك سأحاول أن أختصر قدر الإمكان وأدخل في بعض الأشياء على المستوى الفني. أولا لابد أن نعرف أو أن نسأل ما هي طبيعة الأزمة القائمة بين الإعلام الرسمي تحديدا والمواطن اليمني طبعا على امتداد الساحة الوطنية. هل هناك أزمة عداء مستفحلة، أم أن هناك أزمة معاداة، أم أنها أزمة مزاج؟ الحقيقة ليست هذه ولا تلك، وإنما المسألة هي أزمة ثقة. وإذا وصل الأمر بالإعلام الرسمي إلى مرحلة أزمة الثقة مع المتلقي في الداخل، فأن له أن يؤتي ثماره أو أن ينتج رسالة إعلامية يعني يتفهمها المشاهد في الخارج. أعتقد أنه كثير منا في هذه القاعة وأيضا على مستوى الوطن اليمني أصابه الإحباط التام، وهو يلحظ ما يقدم من رسالة غير راقية في الشكل ولا في المضمون على مستوى القنوات الرسمية وأيضا حتى الإذاعات وأيضا حتى الصحافة الرسمية إن لم أكن مبالغا. وبالتالي أزمة الثقة التي يعيشها المواطن اليمني لها مبرراتها. هذه المبررات هي أن هذا الإعلام الرسمي والتلفزيون تحديدا، على اعتبار أن التلفزيون هو الوسيلة العصرية الأجدر بأن تتصدر الاهتمامات المجتمع، عاش في برجية مطلقة ونأى بنفسه عن ما يعتمل في الشارع اليمني، وتحدث طولا وعرضا حديثا سامجا لا علاقة له بما يريده الناس. هذه هي حقيقة الأمر. والحقيقة أننا ربما رغم يعني التحاقنا مؤخرا بالعمل الإعلامي التلفزيوني، لكننا كما قال صاحب تونس هرمنا مبكرا لهول ولفرط ما نعانيه في وسائلنا الإعلامية الرسمية، التي كما قلنا وصلت بنفسها أو وضعت نفسها في موضع أزمة ثقة لا يمكن أن تحل أو أن تجد لها علاجا مع المشاهد ومع المتلقي ومع القارئ. أزمة الثقة هذه أدت للأسف الشديد إلى أن يهجر المواطن اليمني وسائله الإعلامية هجرانا مطلقا، ويعزف عنها ويلجأ إلى وسائل أخرى علّه يجد فيها مبتغاه أو عندها مبتغاه، وأظنه قد وجد. وبالتالي اليوم لا غرابة إن سألنا أحدهم أو إحداهن يعني متى آخر مرة شاهدت الفضائية اليمنية أو استمعت إلى إذاعة رسمية، ربما لا نجد إجابة. وإن جامل أو أراد أن يجاملنا سيقول قبل شهر أو قبل شهر ونصف. كل هذه أزمة الثقة الحاصلة لعبت دورا سلبيا، لم يخدم الدولة بالتالي ولا الجهات الرسمية. من حيث ماذا؟ من حيث أن الدولة الآن تريد أن توصل رسالتها السياسية أو الاقتصادية أو سياسة معينة عبر الوسيلة الرسمية.
هذه الوسيلة الرسمية ليس المشكلة أنها لا تمتلك كوادر، ولا المشكلة في أنها أيضا شكل تقليدي، ولكن المشكلة أنها الآن غير مشاهدة، غير مشاهدة على الإطلاق. بالتالي هذا أوقع الجهات الرسمية في فخ عميق، وهو أن الإعلام لم يعد متابعا. وإذا وصل الأمر بالإعلام إلى هذه الدرجة من غير من عدم المتابعة ومن الهجران، فبالتالي على هذا الإعلام السلام، وهو أعتقد فائض عن الحاجة، لا حاجة للمجتمع. الأصل أن الإعلام هو وجد للمجتمع اليمني، وأيضا ربما يعني للمجتمع الخارجي في بعض الحالات، ولكن إذا وصل الأمر إلى حدوث حالة قطيعة مع المتلقي في الداخل، وتجاهل قضايا المجتمع والنأي برسالته عما ينبغي وعما يفترض وعما يعتمد في الساحة على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي أو حتى الفرائحي أو أي مجال آخر، فلا حاجة لهذا المجتمع بمثل هذه الوسائل التي تمثل فقط مستهلكا لميزانيات كبيرة، ووصلت بنفسها إلى هذا المستوى من عدم الثقة، وتعزيز هذا المبدأ من عدم الثقة كل يوم المشكلة. يعني وصلنا تماما إلى أنه مثلا أنا في البيت حتى كإعلامي لا أشاهد أو لا أفضل مشاهدة قناة التي أعمل فيها، حتى إن لدي برنامج مسجل في هذه القناة وأريد مشاهدته لا أطيق ربما. لماذا؟ لأنني ربما أصاب بالإحباط وأنا أرى الشكل المهترئ لهذه الشاشة التي يعني عادت بنا ربما سنوات طويلة إلى الوراء. يعني الأصل أن هذه القناة تحاول المواكبة في الشكل والمضمون لما يعتمل في الساحة الإعلامية في زمن الفضائيات والفضاء المفتوح وتعدد الوسائط، ولكن تخيلوا أنها عكس ذلك تماما، عادت بنا إلى الوراء ربما 40 عاما، ربما 40 عاما إن لم نبالغ 30 عاما، عادت بنا إلى الوراء، ذلك بتبنيها رسالة إعلامية تقليدية تماما. حتى الطفل اليوم، الطفل الذي يتعامل مع وسائط أخرى لا يقبل هذه الرسالة، لأنه يرى أنه استخفاف بعقله. يعني معقول أنا أشاهد مثلا مسلسل أطفال في إحدى القنوات أو برنامج أطفال راقي في على الجزيرة أطفال مثلا، وهو يخاطب العقول ويهدف إلى صناعة أجيال، وأتي إلى يعني مثلا مشاهدة مسلسل أطفال بتلك الطريقة التي نشاهدها وهو يستخف بعقول اليمنيين كمسلسلات لا أريد أن أذكر بالأسماء تحديدا حتى لا نثير نوع من الحساسية، ولكن الأصل أن الفضائية أو القنوات الرسمية أو الإذاعة أو حتى الصحف تحاول على الأقل أن تقترب بنسبة 20% مما يريده الناس، حتى لا تجد نفسها في عزلة تامة. هذه العزلة هي اليوم حاصلة، تحدثنا في أكثر من كتاب من عمود صحفي بأن الأزمة الحاصلة في الإعلام اليمني هي أزمة ثقة، ليست أزمة إمكانيات ولا أزمة إنسان ولا أزمة كادر، ربما هي أزمة إدارة طبعا، ولكن هذه يمكن إصلاح شأنها. أما أن تصل إلى أزمة ثقة فهذه من الصعب جدا أن يتم تدارجها، وبالتالي تتعزز أزمة الثقة هذه وتصل بوسائلنا الإعلامية إلى مستوى غير راقي من المتابعة. وأظن الدليل يعني ربما أن أحدكم لو سألناه الآن ما هو البرنامج الذي يفضل مشاهدته أو يحرص على متابعته كل أسبوع أو كل شهر على الأقل على قناته الرسمية أو إذاعته الرسمية، ربما لن نجد جوابا، لأنه ليس هناك برنامج يجتمع حوله اليمنيين في بيوتهم. هذه المسألة من القطيعة تلعب دورا سلبيا، ولعبت دورا سلبيا في تكريس ثقافة أحادية الطرح لدى هذه القناة. الأزمة يعني الأزمة الثقة هذه ناتجة عن أزمات أخرى قبلها أو مرتبطة بها أو ساقت إليها. أزمة الكادر كما قلنا، ليس أزمة الكادر عدم وجود كادر، يعني تقريبا كوادر يحملون الدكتوراه والبكالوريوس والماجستير، يعني تعج بهم الشوارع من التخصصات النادرة في الإعلام وفي الإلقاء وفي التقديم وفي الهندسة الإذاعية والتلفزيونية، ولكن توظيف الكادر في هذه القنوات وهذه الإذاعات وهذه الوسائل تم عن طريق المحسوبية وعن طريق أن هذا ابن فلان وهذا ابن فلان، وكأن المسألة بأنه سيتوظف مثلا مع احترامنا في وزارة الأوقاف
أو وزارة الشؤون الاجتماعية، مع أن الأصل أن هذه وظيفة نوعية لا ينبغي أن يؤتى إليها إلا كل من وهبه الله سبحانه وتعالى موهبة فذة يستطيع من خلالها أن يقنع الآخر، لأنه إذا لم يتمكن